السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير من مدينة الخير. مدينة الخير اللي هي وين؟ أبوظبي، عاصمة الإمارات الحبيبة، مع هالخبر الفنان الجديد. الخبر يا الله يحفظكم أن طيران الاتحاد بيدشن رحلة جديدة إلى وين؟ برشلونة، ثاني أكبر مدينة في أسبانيا، ابتداء 21 نوفمبر. قريب، مرة قرب لنيو يير، شيء لا صار ولا استوى. هالخبر تو الحين طازة. وتسير الرحلة عبارة في الأسبوع 5 رحلات، 5 رحلات أسبوعيا، 5 رحلات إن شاء الله. إذا الله برد وبخبركم يا الله يحفظكم بالتفاصيل عن كل شارد ووارد، عن كل كبيرة وصغيرة، عن تفاصيل الرحلة وحجم الطيارة ونوعها والساعة كم، وحتى أسامي الكباتن بخبركم بها. مرة كل المعلومات عندي، ما حد يدري، أنا أول واحد يدري من هل بالتواصل الاجتماعي، حتى قبل ما ينزلون هم الخبر روحهم لا تقولوا ما قلت لكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاف عقب الصلاة لنا لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. يا مساكم مساء أخبار زينة، مساكم اليوم أول بادي كان صباحكم، صباح الأخبار الطيبة الزينة، والحمد لله رب العالمين أنهم سيروا الخط لبرشلونة. الأول العرب يوم تبى تسير برشلونة تعذب عذاب الله الأكبر، من محطة لمحطة محطة محطة، وحاجة أن يكون لها طيارة دايركت برشلونة كانت وايد ضرورية. شو السبب؟ مستشفيات برشلونة، علاج اللي في برشلونة، الناس اللي تعنى البرشلونة، أشغال العرب اللي في برشلونة. الدنيا ما بالله كشت، حط الكرسي لي، الدنيا ما بالله تعالوا كشت شوي جدا منك شوي يونه، فضل الله عادة، فضل الله فضل الله الآية شد الله. الدنيا ما بالله كلها كشت بيصير يتكشفوا العرب، لا، الناس تنظر للموضوع من ناحية اقتصادية، شغل شغل، دراسة، أخبار، علوم، بزنس، أعمال، عقار، فنادق، ها كله بوي بيع ومشترى، ها كله تابع لدولة الإمارات وتابع للدولة في كل مكان في الدنيا العودة. البزنس والأشغال لدولة الإمارات ما شاء الله أصبح شغلها لدولة الإمارات وأعمالها ما بالله بس إلا في الإمارات أو في الخليج أو في الشرق الأوسط، في جميع أنحاء العالم مثل ما تعرفون. هذا الشيء ما بغبي، هذا الشيء يبين، والناس والرب والعرب كلها تدريبه. يا غير ما كان في ناقل ينقلك لبرشلونة. برشلونة من أكبر مناطق أسبانيا، فالطيران الأول يوديك لين مدريد، ومن مدريد قم بدل طيارة. العام يوم بصرنا كم تعذبنا عذاب الله الأكبر، بدل طيارة وشل طيارة ونزل طيارة وشناطك، واللي عنده فروخ واللي عنده عيال واللي عنده مرضى وعلاج شغلة. من تاريخ 21 نوفمبر بيكون شيء 5 رحلات في الأسبوع، 5 رحلات ذهاب وإياب، وخلاف بتستوي بوي 7 رحلات في الأسبوع على الإيرباص، ما بالطيارة الصغيرونة ولا الوسطية، لا العودة الإيرباص اللي ما شيء كبرها، الإيرباص اللي هي 330A. فإن شاء الله إن شاء الله إن خلاف من يكملون مدة بسيطة بيسيرون خلاف رحلات 7 ساير 7، يعني يوميا شيء رحلة. يعني اللي بيصير برشلونة خلاف ما يحتاج يسير لين البلاد اللي هناك. الأول العرب يوم تبى تسير برشلونة يحتدون الله يحفظكم بالترانزيت، فتتشمطط العرب وتتبهدل ويتغربلون، لي وياهم فروخ، عندهم مرضى، عندهم أعمال، ناس تبى تسير وترد في نفس اليوم ما تروم، تروم تسير يوم واحد وترد نهار ثاني ما تروم. العرب ليه من غير شو السبب ما يرومون؟ لأنه ما يبالمهم الوقت، للوقت وما شيء رحلة دايركت تسير أصلا، رحلة دايركت ما شيء، فيحتدون يجلسون 3 أيام وأربعة أيام لجل أن يردوا، ولا يسيرون عن طريق لندن، ولا عن طريق مدريد، ولا عن طريق أي عاصمة العواصم الأخرى الجريبة من شنتية برشلونة. فمن 31 مارس بتكون الرحلة يوميا، يوميا شيء رحلة تسير ورحلة تي، ساير ياي
ان بغيت ترد من برشلونه ولا شيء طياره، وان بغيت تصير برشلونه ولا شيء طياره. تحيدون ترى برشلونه من اهم المناطق اللي في العالم لعلاج العيون، ورقم كبير من الناس اللي تعالجون من كبار وصغار. اي انسان له راد في علاج في برشلونه الاول يتغربل يوصل ما في عين قطره، يوصل ما في عين قطره، ما عنده من ربيه هانتين من التعب. تحيدون دايركت انت ويلا يلا توصل براحه، ما بالك وصل لبلاد الفلانيه وبات ولا قيل وغير طياره ولا تنفط في المطار 3 و4 ساعات وخلاص فرقة بالطياره الثانيه والعالم الله بطيايرهم. لا ابوي نحن ناقلنا الرسمي تبارك الرحمن، يشلونك الله يحفظهم ويجزاهم الله خير، ويجزا الله حكومتنا والمسؤولين عنا كل خير يا رب العالمين، يشلونك على كفوف الراحه، على كفوف الراحه، لان الطيران رسمي مالنا مال الامارات، طيران دوله الامارات العربيه المتحده، الناقل الرسمي لدوله الامارات العربيه المتحده. ترى هذا موجود عندنا، ما بنصير ندور من بلاد بعيده وشرق ومن غرب، لا موجود في دولتنا، فلذلك يوم بنحتاجه لانه موجود عندنا، ما بنصير بوي عن طريق طيران الفلاني ولا طيران العلاني، لانهم يصيرون نحن ما نصير يستوي ازدواجيه وقوم تاخرت شناطكم ويجيبوا شناطكم كلموا المكتب اللي في بلادهم، والمكتب اللي في بلادهم يكلم المكتب اللي في الامارات. شغله ما شيء كالف، شو اللي كالف؟ تذاكرنا ارخص خيبه، عاد ما ابغى تدخل في عيني، تذاكرنا ارخص واولم واخير. هم الاساس شيء رحله، الاساس شيء رحله، لكن مش حق برشلونه، حق مدريد يوميا موجوده الرحله. يقير برشلونه ثاني اكبر، تعتبر العاصمه الثانيه لجنتي اسبانيا، من اكبر مدن اسبانيا، فكيف اللازم يستفيد؟ فالحمد لله رب العالمين، لا الله سخرهم وخلصوا لنا الوجهه هذه، جزاهم الله كل خير طيران الاتحاد. صدقنا برشلونه روحها بلد حضارات، وفيها تقريبا 7.5 مليون ادمي، سبعة ونص مليون ادمي يبون يجون لدولة الامارات، يغير مش لاقطين رحلة مباشرة او ما بلاقطين سعر مناسب. فطيران الاتحاد ولله الحمد فتح المجال للسياحة والتبادل السياح من الامارات عبر ابو ظبي الى برشلونة، ومن برشلونة للامارات عبر طيران الاتحاد. هذا كم يسوى؟ والله إني يسوى الدنيا وما فيها. ليش؟ لأنه بتتقوى العلاقات وبتستوي التبادل التجاري، أسلس وأرخص. أحلى أدمي لو بيطر شيء برشلونة ولا بأي شيء من برشلونة يدي هذيك الحكي من المصاريف. الحين دقة رج رخص، بالرخص الحين بازم يعني بربع القيمة. لو نفترض ان حد بيجيب لك شيء ب10 ربيات او 10 دراهم، الحين درهمين ونص تكلفه. شو السبب؟ لانه ارخص. وجدت الطريقه، وطريقه يوميه، السبيل للوصال الى عاصمتنا الحبيبه وجد. فلذلك ما في وين اذنيك؟ هذه اذنيه، لا هذه اذنيه، جريب هذه مره عدالي، ليش اسير التلوح شرق وغرب؟ فمفروض ان تنقص الاسعار، هذا اكيد. اللي كانت غاليه كلها بتنقص، والسبب شو؟ تجهين خط السير هذا من ابو ظبي عاصمه الاتحاد على متن طيران الاتحاد الى برشلونه. حد منكم يصير ويدهاني يقول انت دهيتنا وخليتنا نقطع حنبانه، انا ابوي ما قلت لكم قطعوا حنباكم، انا اقول لكم تريوا. من يبلغ تبلغ وحده ولا شبه وحده، هاي الحين تشوفونه عباره زاهر، لكن بعد ما بلغ يوم بين يعطيني شان انه بالغ، يعني وحده ولا شبه وحده تنكل فيها طعم حلاوه، عباره انه زاهب. هاي الساعه تروم تصير تعسف الهمباء عن بكره ابيها، ما تخلي ولا وحده فيها، وتصير ابوي وتحطها في يونيه الوقت الاولي في غمضة واليادي والنخيل والبواطن والحيور والعين وكل بقعتم فيها همبة، يقطعون الله يحفظكم يحطون بيواني العيش. هذا شيء بالهنقر الكبار، ليواني الهنقريات الكبار يمزرونها نبوية يخالطوا بها بيواني العيش، ولا بالدي العيش خالطوا بها الهمبة،
ويبلغ على دبي غادي رقم واحد. يعني انت تقدر تحطه بيوني. انت تروم يا البنادم من تشوف الهمبا ابتدت تبلغ. هاي الحين هاي مثلا ها مستحيل اني اقطعهن. شو السبب؟ ما اعطى النيشان، ما اعطى النيشان. شوف ها بعدها ما اعطى النيشان، لازم تعطي نيشان شويه، تعطي نيشان تلين شويه، ولا طرفه هذا يصفر يكون مجورن شويونه. من يصير ويجورن هاي شوف بعدها يمكن 5-6 ايام من تشوفها. روح ترى شوف العين بنادم، ترى عين ميزانه من تشوفها غالي كانها كنكري، ما ابغى ما بعد له. من تشوف توها بادي هني تبلغ وتلين، قطعوه كامل، قطعوه كامل ويحطوه بيواني، حطوه بيواني ولحفوه في مكان حاف ما تيه رطوبة ولا يه براد، دافي تقريبا، أو لحفوه برانيس كنابل تحدوهم مع الجيش الأوليات بهن. لازم حد انتم من عيالكم كان في الجيش وتمات عندهم هالبرانيس الأولية. ترى الجيش ما يردون ياخذون صناديق وياخذون معدات، ما ياخذون اليواني البرانيس. برانيس تتم من أبوي في البخاخير، سألوا البشاشير بيروكم وين البرانيس الأوليات مالات الجيش، يصيرون أبوي يدثرونها بيواني وبرانيس اللي هو المهم. لازم من نوع من أنواع القماش أو بوالدي العيش، بالدي العيش يحطون الهمبة داخله وبس، ويبلغ 10 أيام 5 أيام 8 أيام 7 أيام. توني الحق أبو توني ود داخل حجرته، ود أبوي حجرته فقير حران حران وعلي عنك يتوني ألف لا بأس عليك. ود أشوف ترى من الوجه كره الله تهلوي. توني كره الله تهلوي يا توني. توني تعن خبح الله تهلوي الجبيح. يلا ود شوف هاي الحين مثلا ظهرت نيشان. شوف نيشانها ها، هاي ظهرت نيشان ها. شوف الهمبة بادي توي يبلغ الحين، يسمون غاية المتمني. نشوا أبوي وعسفوها كامل وحطوا أبوي دثروا برانيس ولا بيواني وحطوا في كرتون ولا لفوا بجرايد. من عنده حيلة فليحتال. لفوا بجرايد وحطوا أبوي في مكان مكرتن. أنتم ما تشوفون الهمبة حاوز اللي من الهند، اللي من الهند الله يسلمكم. شو السبب؟ يقطعون من بلاد خضر قط يقطعونه. ونشوا ابوي طول الدرب ياخذ الاسبوع 5 أيام في الباخره ولا يومين في الطايره ووصل. ومن يكمل في البخاخير عندهم يومين ثلاثه لين يكمل 10 أيام ياخذ حتمه اظهروه الباعه. لانه بالغ رقم واحد وتعال طمش ريحه وطعم ما شيشراته. نعم شي ريحه وطعم ما شيشراته في الدنيا العوده. مثل ما قلت لكم هذا الحين عطني شان روحه. شوفوا هذا نيشانه اعطاه انه يعني انا تراني بالغ وزاهب. انا بالغ وزاهب ها. شوفوا هذا الحين في ريحه، والله يا ريحتي انا تضرب خمرة الراس. في ريحه لكن الريح مش وايد قويه. فالريحه هاي يسمونها غاز الاثولين. غاز الاثولين شوف يوم ينتشر الحين. ليش الهمبا الشيره ما تبلغ كامله؟ لان اللي يمضيها غاز الاثولين. غاز الاثولين هذا ما ينتشر بكمية كبيرة في كل البيت، فتازم ريحة البيت كلها هنبة لكن أنت شو تسوي؟ من عنده حيلة فليحتال. خبرناكم من قبل يقطعونه كامل هذا ويريدون أبوي في كريتين زين، ويلحفونه ويدثرونه شراتم ما يقمطون الياهل فتازم كمية غاز الأثولين هذا اللي يظهر مكمور في مكان واحد بدل ما يطاير في الهواء. لازم ريحة غاز الأثولين اللي هي ريحة الهمبة المحببة لدى الكل مكمورة في هذاك الكريتين. فغاز الأثولين يعطي انضاج ويعطي ريحة الهمبة الأصلية الجميلة تتكون داخل لب الهمبة وداخل يلافتة وداخل الصلامة وداخل الحمتة اللي هي شرات الكستر. ترى الهمبة هي كل كسة بعد. شوف بعد لا فوق 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 بعد ايوه قطع من هنا النمون بارك الله فيك زين. فتازم ريحه الهمبه تشل وتحط في نفس الموقع. بس اريد مكان واحد ابوي، حطه مكان واحد وانت تسير ايوه بهالطريقه. فتازم اللي خلي انتم ما تلاحظون يوم بي الهمبه الحافوز من تفتح الصندوق تلقط ريحه
السبب لأن الغاز هذا تام مكانه، ما صار لا شرق ولا غرب، انكمر في هاك الكريتين. فما بالك أنت بتخدم خصم بتخدم خدمة خصوصية إلك ولهل بيتك وين تحب، فلذلك تازم الريحة مركزة مكان واحد. عاش مهر، عاش مهر، عاش مهر، بارك الله فيك مهر الله، عاش مهر الله، ما شاء الله عليك مهر الله. أيوة النمونة، أنا ما تشوفون. أيوة يلا يلا ودي هنا، هذا كله أبوي يحب أرويه، راويتكم أصلاً بعد ما بكل يوم عاده تصوير هالنمونة. خلاص الحين الهمبا هي اللي بتستفيد، الهمبا اللم خلاص عاد الحين بتغلب ورق وبتستريح، بتعين من الله خير حالها حال خدها هذه اللي تشوفونها. هذه الحين شتقطعنا عنها الهمبا بي من أسبوع، لكن الحين يبالها كم من يوم لين تستعيد عافية. آه ها شوف يوم أقول لكم هذا تبرعيم الورق الجديد. كم عادة تدعي لي وكم لي أنا من لأجرني، فكيت ثمن الحمالة اللي فيها، فكيتني الله يفكك من عذاب جهنم. هي روحها تقول، أنا سامعنها سمع ذنية تقول فكيتني، فكيتني الله يفكك من عذاب جهنم مثل ما فكيتني من هالحمالة. تقوله روحي، أنا سامعنها تقول، أو بما معنى أنها أكيد بتدعي قصورها بعد ما تدعي لي بطولة العام. شوفوا هذه ها تبرعمت ظهرت ورق جديد، شوفوا هذا غل ورق جديد من يدي جديد، شوف فوق بعد في القمة غلا ورق جديد. ليش؟ الأول كل قوته تخليها في الثمرة وما تبى الثمرة تفارجها، مثل الحرمة، الحرمة حين من تصير وتربي تدور أبوي حينه قرب الريل حق الحمال، من تصير وتربي وشافت الهداية وشافت الدنيا ريدت عليها ها تنسى الوياع وتنسى العذاب وتدور الريل بسرع ما حق الحمال، وعلى اساس انه تيها الهدايا من الاخوان ومن خواته من هاليته، تعين من الله خير والدنيا مطرجه. هذا حال الدنيا يعني، ما استوت المراه الا للرجل وللحمال والربا والتربيه وللوظيفه الزينه والعلاج ودكتوره وكل شيء. الحين اللهم لك الحمد، الحين اصبحت المراه حالها حال الرجال، حالها حال الرجال في كل وظيفه في الدنيا العودة هي تشاركة. مهندسة موجودة، دكتورة موجودة، أستاذة في الجامعة موجودة، معيدة في الجامعة موجودة، في كل مكان موجودة الدكتورة المرأة. فلذاك الحمد لله رب العالمين، الحين ما في وظيفة تقتصر بس للنساء. أول بادي أصلا الريايل وينهم الحين؟ الريايل أبوي عند الله علينا، الريايل أبوي الحين ريال ما متفيج يكمل دراسته، الحين تطالعوا نسبة الدراسة، الدراسة والناجحات أكثر هنا الحريم ولا الريايل؟ الله بالمستعان الحمد لله شيء يعني، لو خليت خربت لك ما بخيارات الحريم ما شاء الله البنات هابات ريح من يوم يومهم ما من اليوم. أيك ماشي ما تخلي ولا وحدة، هب تقول ما قلت لك الحريم من بونا يصل هابات ريح الحريم. هي تغدي هابت ريح إذا أمها هابت ريح، البنية تغدي هابت ريح إذا أمها هابت ريح وتعلمها المذهب من يوم هي صغيرة. تغدي خفيفت الدورة يوم اللم، خفيفت الدورة تحترج في كل مكان في كل محفل في كل مناسبة تلقطها، ما تغدي عيازة وهيزة، لا تلقط البنت علمها، تلقط البنت مرة شرات ما يكون تكون اللم تكون البنت. ها ياكم مال سلندرات الغاز يا رب اسمي رمست بس عليكم ولا. عاش مهر، عاش مهر، عاش مهر، عاش مهر. يا ويلك طاح شيء، ما في يطيح همبا وتنيرح، اللي تنيرح الهمبا ترى ما ت... ما ت... ما ت... خلاص ما منها فايده، اللي تنيرح لازم كامل بليه يرح. يا ويلك ان يرحت الله لا زولك، يا ويلك ان كانت ما يروحها هذا كامل هذا هي هاي لانها بالغه مره تقريبا. هي والله بالغه، يلا ما خلنا الا ريحه حتى. مهر خف من المعلى الهمبا هذه، ها شيء شرات شبت حتى تحمل، وهذا اي شيء مربط حبال فتش عنه. هالمبسرات الاول فقاره تحمل تتكود يا مهر. مهر لو شال قرطاسه فوق وتي معه وهو عندك فوق قرطاسه بعيد اخير، لو شال قرطاسه بدال الحين ما تعذبني هالعذاب. يلا وده زين فوق في عاد يشيل القرطاسه. الفيفاي ترى نفس الشيء، نفس طريقه الهمبل الفيفاي، لكن الفيفاي الله يحفظكم انا متاخر
انا لانه تتنزل في الارض شهر 9، انا نزلت في الارض شهر كم؟ 11. فلذلك متاخر تقريبا 3 شهور او شهرين ونص. فالسنه فائدتي من الفيفاي قليله، ولا هي شوفت الثمره من تحت الارض من التراب تحت لين القمه، لازم هاي الحين تغذي طول الريال بوديتين. فلذلك السنه ما استفدنا من الفيفاي، يعني شيء فائده بسيطه، فائده عند الله، لكن الفائده مفروض ان تكون الفيفاي تزرعها على الموسم. وبرويكم بخبركم الحين سالفه الفيفاي. سالفه الفيفاي الله يحفظكم، ضروري الانسان اللي بتزرع الفيفاي ما تزرع بذر تطر لك فيفاي وتقطعها وتاخذ بذرها وتحففه وتقول ابوي هذا الفيفاي، لا هذا ابوي للفيفاي ولا الله قاله الفيفاي الله يحفظ. بسم الله ما شاء الله تبارك الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي الحنباء عاد مره هذي يسمونها طاغيه في التمر، ما شاء الله عليها تبارك الرحمن. هاي اسمها شوية عادة مسمي من مسمي الله يحفظكم هم من مسميات هالمصر، اسم مصري عليهن لكن ما رو مطريه على التواصل الاجتماعي، بينقموني العرب بيقول ليش تطريه الاسم، هو نقط الثور، نقط وخلاف الثور. هي ما ادري عاد ما في هنا اطريه، لا في اطريه ولا عندي خبر، نقط الثور ها بس. شو ما شاء الله من أجود أنواع الهنباء، هذا أصله أمريكي ومكاثرين في مصر، هو أصله اسمه غير، لكن روحهم سووا له اسم في مصر، روحهم هالدواهي ونواتق سموا له اسم، ولا هو ما ظني اسمه غير، أعرفه اسمه غير ما يحضرني، كان أتصل في البيرك ثم القيوين خبرني محمد البيرك هو اللي يعرف الأسامي كلهم ما شاء الله عليه، ما اتذكر انا شو الاسم، فهو اللي بيخبرني من اتصلنا انا المنجد لحقنا يا البيرك محمد البيرك عشان تتذكر اسم النوع هذا من الهنباء. المصريين يسمونه نقط الثور، تحيده انت الاسم روحك تعرفه حتى روحك ما تطري. ثم ان شاء الله تبارك الرحمن، لكنها بعده هاي انتي خواتك هن بعدها اظن يبقى لهن اسبوعين لو 10 ايام. لما يلا تعال اشوف ما شاء الله تبارك الرحمن. شيء باقي؟ يلا جيب مرة واحدة. ما قلت هذا بارك الله فيكم محصول هنباتنا تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. بعد شيء باقي؟ الحمد لله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. هذا ابوي محصول هذا، وشوفوا بعد 10 ايام بعد 10 ايام بسوي لكم اياه، هذا اللي تشوفونه بعد 10 ايام اذا الله جعلنا ملحيين. فالناقل الوطني لدولة الامارات طيران الاتحاد، والناقل الرسمي لدولة الإمارات طيران الإمارات. فالهنتيني على الله يبارك فيكم خوات توائم في سن بعض، هذه من هنا الدار البيعة، خوات وربع علايج من استوت الدنيا وهن أرباعة من أول ما استوى طيران وهن ضربة، واحدة شوية أكبر عنهم في السن والثانية شوية أدنى. يا غير هنتين هن عينين في راس، وفي تنافس، تنافس شو؟ تنافس لخدمة المجتمع، وتنافس للمصلحة العامة، وتنافس شريف من يقدم الخدمة الأخيرة، وكلهن واحد مثل ما قلنا عينين في راس. هذا للتصحيح، وحدة أبوية طيران الإمارات اللي هي الناقل الرسمي، وطيران الاتحاد الناقل الوطني، يعني الاثنين حد رسمي وحد وطني، يعني خوصم بخوصر قعدت السما خسر. عسب حد خلاف ما ييني يبهتني وليش وقلت وليش وما قلت وليش قلت وقلت وبقول
هاي ناقل رسمي وهذه ناقل وطني، وقلت ناقل وطني ولا ناقل رسمي. خوات ابوي عينين في راس، ما شيء ابوي شيء خوب وشيء خراب. في الامارات ابوي كلنا خوب، ما شيء خراب عندنا، الخراب شرق وغرب. نحن اللهم لك الحمد متمتعين بكل ما نملك من قوه، باتحادنا، بالاناس اللي نحن فيها، بهالشراغه، بهالطيبه، بهالخلق الفنان، بصغاره النفس من الحاكم لين المحكوم. اقولكم عيس وانا ارد بالمسجات يخبروني ان شيء رحلات من دبي على طيران الامارات لبرشلونه، انا ساير بوي برشلونه بدال الودي الف ودي. انا ادري ومصور تراني قبل العام ساير برشلونه من مطار دبي وعلى متن طيران الامارات، الحين نحن نطري طيران الاتحاد ومن مطار ابو ظبي. انا اللي اطري طيران الاتحاد ومن مطار ابو ظبي. مطار ابو ظبي شيء، ومطار دبي شيء، ومطار الشارجه شيء، ومطار كل اماره فيها مطار. نحن نطري تسيير رحلات من مطار ابو ظبي، هذا نحن اللي نطري. بارك الله فيكم يا ربي. المسجات من 10 سنين احنا ندري بوي، وطايرين على طيران الامارات كم ودي، وطايرين ب 380 من قبل 13 سنه ونحن نسير وين. هذا كلنا احنا ندري به. بيكتب ان طيران الامارات شيء رحله حق برشلونه، ادري بوي، ترى خبرتكم وقلنا لكم نحن طايرين على طيران الامارات بدل ودي لك ودي لبرشلونه. يا اخي طيران الاتحاد الحين مسيرين رحله شيء جديد، هب من زمان، ومن مطار ابو ظبي، مطار ابو ظبي لمطار دبي 170 كيلو 180 كيلو او 150 كيلو فرق. هاي هذه اماره وهذه اماره، هذا مطار روحه مستقله استقلاليه، وهاي شركه روحها وهاي شركه روحها. خوات خوات اكيد انهم خوات من نفس اللم ونفس اللبو، من اللم واللبو. هاي خوات دنيا، خوات اصل وفصل ودم ولحم وترابط اسري، ترى قلنا لكم عينين في راس وهالشيء معروف. عليكم. وين؟ حجوله ولا فراح والله. وهذا الوقت لازم تدق انت تليفون الحين، هذا توقيتك؟ ايه. علومك؟ تمام. متى بتينا؟ لازم يصير عند حصة وخلاص بتينا. ايه. زين حياك الله يا صلاح. أول. إيه؟ أنا أبو نحن آخر ناس تينا، تخطف على قوم حصة قوم بدري، نحن آخر شيء. ايه. زين ماشي مشكلة. صلاح. ها. شو أخبار الدروس؟ زين خير. بخير؟ تمام. لا تقرم عليهن شيء قوي، توهن ليداد تحمل. زين زين. إيه. تاني. يا الله تاني ما يدرى ويس ابوي بيشيركم القطنه لابوي متبرع، قال ابي يبون لحرمه لكن لازم طرشون له، ما بتبرع ريال اعرفه. قال لي خالد عندنا لابوي حرمه تونيه لكن لازم تخبرونا كم عمره، تجيبون صوره جوازه، طرشون صوره جوازه، تعطونا صورة جوازه، حب تعطونا تأكدوا لازم حرمته تكون أقل عنا على الأقل 6 شهور. قلنا لهم إن شاء الله. Thank you بطة. توني. حق طويراتها كل يوم. هذا أوامر عادة المعزبة. نظروا مدار البيت. السلام عليكم. كيف حالك؟ حليل. أهلين مطوع. يحيى سلام عليك. ها وين العيد؟ موجود دخل. العيد روح شويهات. العيد حبابة عيد. العيد. ها بشكار بابا بشكار عيد بن سيف. بيتحراني يتخبر عن معزبة. لا العيد. عيد رمضان. بتصيرون شويهات؟ زين ثانك يو. اوه هو
شكرا. ثانك يو. مكران مكران مهر خل بالك من الكلب يظهر خاري. يا سلم على بابا عيد. سر هذا الحرب يطيع يقر هذا. توني يا توني توني يا توني فرحان تونا مظهرين من داخل حجرته. لا 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 سامحني عادي الجو سامحني الجو اليوم عادي طغيت اليوم طغيت يا الجو بارك الله فيك. السلام عليكم. كيف حالك يا عسل؟ اليوم طغيت يا الجو تراك اليوم لعبت بخلق الله. قالوا بيتي حرارة تدريجيا ما سويتها تدريجيا بارك الله فيك. مرة جيت انت وعيالك انت مرة ما تحاجة الا علينا والبارحة عفت علينا اليوم جاينا بكربك وليفك فو يطلع الشر والايعاد ما فيك حيلة اشاشي الجو يا ابوك. الله المستعان الله المستعان يا ابن عمك. والله ينينونة عنبو ايه طاح وطاح لبعضيمين للباحة علينا واليوم ينيته شو ياكل اليوم؟ ما تحاكى قادي باروت شرات حد من العرب بافوري ما فيك حيلة يا الجو. لا والله يا القيض لا والله يا القيض سايقين على الشريعة هلا ساقوها على الدابة ردت في سرب هذا. خف على المسلمين خف على المسلمين دخيلك دخيل والديك الله الله فينا عرب أبوي نحن عرب أبوي لا فينا على الحرور عليها كذا ولا فينا على الواهي ولا فينا ابوي عصد وعدي انا هلا هلا فينا ابوي هلا هلا ابوي المسلمين الله هلا فيهم دخيل الله ثم دخيلك يا الحر الله هلا فينا. اي والله والله قال ابي تدريجي انا ابوك تدور السبب انت هباب الا ما خبروا العرب انك نبي تدريجي جيت مره تربع ما فيك حاسي انت خف على العرب يا ابوي بارك الله فيك ناس مسلمين وراهم حساب وعقاب انت جاي بكربك وليفك بزمك وعراك لا هود لا هدع لا حول لا قوة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام من الحناية. How are you دواركا؟ How are you darling؟ ما شاء الله عليك ها شو اليوم يا سلام ما بصورك ما بصورك خلصتي خلاص زاهد. يا سلام يا سلام يا سلام هذا منفخ 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 مره رقم واحد ها. لا في عيين ولا شيات ولا هم ها طري واحد بسرعه بسرعه ها. ايوه ها. لا في شرات لبناني لكن هذا ابوي شغل بيت هاي الساعه شرات اللبناني لكن هذا عاد على على ما شاء الله أدن هذا ابوي طفوا عنه. الله يسلمكم انا لبخيل وأحب أساعد اللوادم يا غير المطوع اللي هو المطوع يوم في يقرأ في الخطبة أول شيء يدعي لعمره وعقب لكافة المسلمين فأنا ما ببديكم على عمري فلذلك هاك اليوم ما حطيت أنا مال المكسرات هذا هذا البيضة اللي هو شو اسمه مال خيبة اللي هو مال اليوز أب مال اليوز ما دور المشمش شو السبب؟ لأن ودي من الوديات حطيت شيء أنا أباه وبعدي ما طلبت يوم صرت أبا منه تميت دهر دهر تميت أتريا لين يا بولي إياه. شو السبب؟ أن أبوي العرب كله انقضت عليه وتميت أنا أبوي أدور أدير عيوني فلذلك هذا هو بدور المشمش محموس وملح وملديد ما شي شراته وحين بحطكم بعنوانه واللي يبي ياخذ ويطلب حق عمره من وين عاد ما اظني من مدينه خليه بن زايد مدينه خليه بن زايد هالحرمه اللي تبيع حرمه ريال ما يندرى منو فانا احب احط لكم العنوان مالي. احط لكم انا العنوان قبل 5 ايام يوم نحن ناكل ابن بيت القبيسات وبتم انا بلي شيء يدير عيوني لا والله من توصلني طلبيتي ان شاء الله اني بحط ابوي العنوان مال الجماعه هذه وحين وصلتني طلبيتي بعدها بنا طالب ما بمن كيسي طلب لي الشيب بن احمد الشيب بن احمد القبيسي هو اللي طالب لي انا
انا ما عندي رقمهم حتى، ما توني اول مره اصلا اشوف الرقم، وما ادري شو عندهم بعد من كذا. اكيد عندهم انواع وايده، لكن الشيء الملفت للنظر، الشيء المميز الصلام مال المشمش. شيء انا كلته كلت منه، كنا في سويسرا وساير ادز حياه مايا بالكل الويل تشير ورا المستشفى، ولان حرمه سويسريه في الريف في المستشفى اسمها جونيليه هوسبيتال، جونيليه هوسبيتال، هذا في اطراف جنيف، وحياه مايا مسوي عمليه، والمتمي ابطينا نحن هناك، وكل يوم ادزها بالويل تشير انا، وعندنا بشكارته يسمونها حليمه كانت، نسير مكان نمشي عريونا. ومره من المرات وصلنا قريه وكان موسم المشمش، يبيعون المشمش روحه والبدر مال الصلام يكسرون ويبيعونك اياها الساعه طازه. ما لذ اللي في الكوك كله فيه، جلسنا ظني ساعتين انا وحياه مايا وحلوا وناكل. انزين، ومن هاك اليوم ما سمعت لا صيت ولا سمعه. ويوم عدى امس بميلس بيت ميلس عيال حياه الشيبه القبيسي، ولاني القط عيالهم عندهم منه، وتذكرت يوم سرت لحقت على اربع لو خمس حبات كلتن، وتذكرت اني ضاري يوم اشوف شيء زين اشيل له حبتين اطعم ام محمد منه، بغيت حبه وحده ما القط. فقير نشعاد الشيب ابن احمد الله يحفظه ودق صدره قال لي خالد انا طلبت لك ولي هنا، واللي لي هنا وصلني، وحين عاد حطيت عنوانه. عاد هل الحين على ما يقولون حط العنوان هذا يقولون انه عليه ضريبه او تسجل فيها مال الدعايه؟ والله انا ما اعرف، توي جتني ردود افعال وايده يقولون انه منشور في جريده البيان وما ادري كيف، ولا ساروا هل بالسوشيال ميديا يسجلون، يعني شغلته طويله عريضه. ما نعرف هذا هل هو صدق، هذا حلم من محض الخيال، هذا شو الحين نحن ما بعارفين. السلام، عندي مفاجآت لك، مو مفاجأة. شو رأيك أعطيك أول واحد؟ نمسي عليك. مساء الخير أبو محمد. عرفت الريال؟ تبقى ثاني واحد صح؟ مسيك بالخير طويل عمر. مساء الخير يا أبو محمد. يا الله يسلمون عليك. أظني اليوم ما في دعوة في التراويح ما بتدعيها علي. حبيبي. أنت دقيقة واحدة من جيت. ليش ما تبي تجلس؟ متأخر أنت جاي إني متأخر؟ ها؟ الجني هذا الجني وراك يقول أنت خليت يتأخر اليوم. زين أنتوا ضارين تصلون التراويح عندنا، ليش صلاح شي تأخرت اليوم؟ انت كل يوم عند حصه وانا هبي جايني يوم سير صل عند حصه قبل، يوم تعال وصل عندنا، شو رايك؟ كاننا من حي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا يا ولد احمد، شكرا. مرحبا مرحبا بصلاح. دين عاده من عقب ما مثثوا ونظفوا وغسلوا الهمبه صفوا بوي داخل هاي يسمونه اسمها ما ادري يسمونه، شيء غالي منظره، شيء فنان، وانتاج منزل من انتاج مدينه محمد بن زايد تبارك الرحمن، ما شاء الله خير الخالقين. ها منو كان يصدق ان هاك المقطع الخضر غادي يهنمونه؟ شوف ما زينه، شوف ما زينه، كله مرتب وكله فنان وكله قاوي على ما تشوفون. هدي يمله شيء جميل وفنان، وانتاج بلادي وانتاج فريج مدينة محمد بن زايد. شوي بحث عن شيء ظاهر من مدينة محمد بن زايد، وسائر بعد مدينة محمد بن زايد. شو ما زي والله. مرحبا بن حضيبة، سلام عليك، كيف حالك؟ المبارك عليك ما تبقى من شهر. شو حالك بن حبيبة؟ المبارك عليك ما تبقى من شهر. يعلى الله ان شاء الله ياجرك فيما فات ويحافظك ويبارك فيك يا بن حضيبة يا المعرس.
تولى هنا عليك يا المعرس ان شاء الله اقبل عيد العرسه وكاد اكيد ونحمد عوين له ولا سكيته ملجته تبارك الرحمن تخت بنت الله يعطيك على قد نياتك الخير هاي اهم شيء تخت بنت ها هذا عاد وين المفاجاه مرحبا مرحبا بالخبير اليوم ابوي الخبير جاي عندك بيسات يرويهم خبرته ومن يوه خاتل حرف ما تنطق كلو لا 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 ما خلوه حتى يتنسخ ايش من كل ما تشتهي النفس اللهم لك الحمد خيرات الله كلها مكوده لكن اهم شيء شوف ايوه هذا ابوي اللي وصى عليه الدكتور هذا ابوي اللي وصى عليه الدكتور هذا هذاك الشيلان عازم منك عيسي ومقلى هذا هو غير هذا عدل محمد صديقي انا صديقي علم داخل العافية أبو عبد الله محمر وخاشوقة أفا 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 على تنوخيدة بس خليه بدهنا في الأول يلا عاد عيستني أيوه رقم واحد بارك الله فيك هذا عاد ترى المحمر ما شيخ بليد هنا بليد هنا ما شيخ المحمر إلا بدهنا ماشي هذا البرانيوش اللي يصيحون هذا عاد وشغله الله يحفظكم الصافي هذا صافي ابوي شوي هات صافي ظنه بالنعت يعلك تسلم يا ابو شقر يعلك تسلم هذا مصافي ها صيدك بو وين هو هذا خليفه الله يسلمه خليفه بن عبد الله عمرته مقبوله تو يا من عمره هذا هو ما يبي حد يصوره وانا خافه واصوره يا مغايده يكون من ياء وهو خاتل أول شوي لحس وحين من يوم العمرة صوته شوي خفيف خفيف عنده بعد عليها السكون والهدوء والسكينة إيه والله طيب هبا من يقدر يخف من الوزن وهو كل يوم يصرط أبوي صافي ومحمر من يقدر كيف ولو بتاكل وتمشي كم بتمشي كان نص ساعة وخلاص مستحيل والله انت شفت اللي انا اكلته؟ ها شوف انا من 10 سنين اكل وامشي خلاص ابو محمد ابوي بتولح عليك ابوي الف لا باس عليك الف لا باس عليك الف لا باس عليك ليه تعوق في غيرك ولا فيك؟ في غيرك سبون هذا الله يحفظك يا ابو محمد ما فت خير مساكم خير ونور وسرور اول بعد السلام عليكم وخلاص مساكم الله بالخير والنور والسرور وبنوقف شوي عن المزح والمسخره والسوالف والمغيات الحين بنرمس عن موضوع وايد ضروري بالنسبه للي يحبون الزراعه وبالاخص زراعه الفيفاي اللي هو هذا رامسين عن العام والسنة بنرمس أنا حينه بنخبركم متى موعد زراعته وشو النوعية الجيدة ومن وين تنياب وشو هي النوعية المميزة اللي تقاوي على جو دولة الإمارات العربية المتحدة واللي تجاوي على الحرارة واللي تجاوي على السهام وعلى اللاهوب وعلى الرطوبة وعلى ارتفاع درجات الحرارة ككل على مستوى جميع إمارات الدولة الحبيبة وهذه الصور الحين اللي بصور لكم إياهن اللي بيرجع على اليوتيوب بيلقطني أنا مصور إنهن فيديو في البيت يعني فشيرة الفيفاي تعيش سنتين ثلاث أربع سنين لكن أهم شيء أول سنة وقت بذرها شهر سبعة الحين اللي بيجي تنبذر في جرين هاوس البيوت المغلفة الخضر البيوت اللي في المزارع يعني فتازم أبوي في الجرين هاوس لمدة ثلاثة شهور شهر سبعة وثمانية وتسعة ثلاثة شهور في قوطي تكون في التربة المعالجة وكل شيء يعني ميلسه في مكان مكيف لأن عشان تسبق الزمن أنت عشان تسبق الزمن لازم تبذرها بذرة من نوع هذا مش أي نوع في الدنيا مش في فاية مقصوصة وظهرت من هالبذر لا فرق بين الفيفاي المقصوصة وهذا والحين الله يحفظكم بنصور لكم العنوان هذا
وبنخبركم الفرق بين هذا وبين العادي اللي هو حبت في فاير وقاصنها وماخذنها من سوق ولا جايت انك هديه ما تعرف شو مصدرها، لكن عيب طعمها ويبس تبذرها وبتبذرها وكيف غدي شكلها وكيف انتاجها وشو علمها وشو خبرها كامل. هذا لمنو؟ لمحبين زراعه الفيفاي. اللي ما يحب الفيفاي اليوم لا ييلس ولا يسمع الرمسه لانه ما بتعنيه ولا بيخصه، لان مدامه ما يحب شيره الفيفاي ولا يحب الزراعه فالموضوع ما راح يهمه، فلذلك لا يقصب عمره على سب شيء شرات اللي بياكل شيء وهو ما له خاطر في هالاكله ما بمشتهنها شيء وما شيء اللي ما يجي على الخاطر وما على الشرغه ترى ما ينشأ، سواء شيرة أكل شرب ماء منظر سفر أي شيء ما بالخاطر ترى ما بالخاطر. وموضوعنا الله يحفظكم إذا أن الشخص اللي متلقي ما له خاطر في زراعة الفيفاي فبرجاء اليوم يسامحنا وما بيومه، فاليوم اليوم خاص للي يحبون الزراعة وبالأخص بالأخص زراعة الفيفاي. فالصور اللي حطيتنا الحين الفرق بينها وبين أي فيفاي ثانية اللي تزرع من قصة الفيفاي، يعني ويكون البذر مش معالج ومش من شركة معروفة ومعالج عن الآفات وعن الأمراض وما في قوة، فالهمبة الفيفاي هاي اللي شفتوها الحين ثمرته عن الأرض شبر إذا تزرعه في الوقت اللي بخبرك عنه حينه وبتزرعه في الموسم وطريقة العناية به لين يصير ويثمر. لازم ثمرته من الأرض من التربة، ثمرته من التربة لين القمة. هذه عدال هذه شرات القماش لازم شفت المسباح أو شفت عقد القماش شقاير شفت طربوشة أو الكركوشة المسباح هالنمونة يازم من لدعنه لين يبتدي يقيض اللي مزروع صح وفي عناية كاملة يبتدي لازم يروم ياكل منه يقيض ويا الهنبة يقيض ويا الانغال. أول ما يبشر الانغال في الإمارات ما أطري لكم اللي في وادي الطائيين في عمان المصخر لا أو المخمل أو اللي عليه كشافات أو اللي يحطوا يعطشونه، لا اللي أطري لكم من يقيض انغال العين بشر الفيفاي ضربة يقيضا يقيض لانغال انغال العين من يبشر بشر الفيفاي. هذا إذا مزروع في شهر 7 الحين بخبركم على الطريقة وإنه النوع راويتكم إياه حين الحجم، هاي كل وحدة حجمها بين كيلو كيلو ونص كيلو كيلو وين كيلو كيلو وين كيلو ونص الصغيرة كيلو والعودة كيلو وين توصل بين كيلو وكيلو ونص وكيلو وين لربع وكيلو وين. ما عليه سامحوني تميت أتهبش شوي والتهيت ويا الهل. الله يحفظكم البدر هذا اسمه إثون. إثون البذر هذا ينياب من كيرلا من الهند، هي عبارة عن شركتين أعتقد بين تايلاند وتايوان والهند مسوين شركة أبحاث كبيرة أو جامعة أبحاث زراعية في منتهى الرقي والتقدم عالمية، فموقعها وين مكانها في كيرلا. فبعد سنين دراسة سنين لها أول ما لها تالي استنتجوا النوع البذر هذا من هالكثر سنة، فهذا اسمه إثون. اسم النوع الفيفاي هذا اسمه ريد ليدي المرأة الحمراء، ريد ليدي اسمه اسمه ريد ليدي ونوعه هايبريد. البذرة هذه معالجة ونقية ما تيها أمراض ما تيها آفات
تتحمل حرارة، نسبة التهجين الأنثوي 100%. كيف 100%؟ يعني تحيدون الفيفاي ذكر وأنثى، هذا كله أناثي، مستحيل يطلع ذكر. ليش؟ لأن ملقحينها بعضهم مع بعض، كل أنثى وذكر، ومستخرجين البذور ومعبينهن لكم في قريطيسات. هاي كل قرطاس جيبت فيها 1000 حبة، 1000 حبة ب10 دراهم يعني. واللي يبع، اللي عنده طباخ في الهند ولا شيء، إنه يمكن يرمون يطلبونه العرب أونلاين، الله أعلم. لكن أنا عندي هندي، وكل ما كل بين 2-3 أطلبه ويجيب لي، وأمس وصلني هذا. لأن موعد البذر متى يتنزل في الأرض؟ يتنزل الله يحفظكم شهر 7 يتنزل في قواطي فيهن تربة ونظيفة ومعالجة حسب الإنسان اللي فاهم، يعني طريقة التربة النظيفة المعقمة. تنبذر البذرة في شهر 7 وتازم في جرين هاوس، المكان المكيف، لين يظهر سهيل. من يظهر سهيل نحن عندنا، نزلوها في الأرض. فترة الإنبات 21 يوم، من تحط البذرة في الأرض بعد 21 يوم تظهر بحيل الله سبحانه وتعالى. فتخليها تقريبا 2 إلى 2.5 شهر، تقريبا من شهر 7 و8 و9، 3 شهور تازم في المحمية هذه. ليش؟ لأنها انضحرت زرعتها في الجو، هذا أكيد بتموت. أي شيء حين ما تلوم تزرع، وأنسب وقت وليش ما نبذرها في شهر 9؟ انبذرتها في شهر 9 بيلاجي الحر وقت الإزهار الفيفاي، فالشمس والهواء الحار بيحرق الوردة مثل ما هو صاير عندنا نحن حاليا، لأن نحن زرعنا شهر 11. شهر 11 الحين فيها فيفاي، عندنا في كل فيفاي يمكن 10-20 فيفاي، لكن هي في كل فيفاي من تحت الأرض لين قمتها. هذا إذا تبذر، تنبذر في القواطي شهر 7، لازم شهر 7. انزين ينبذر شهر 7، شهر 9 يتنزل الأرض. بين كل قورة وقورة 2 إلى 2.5 متر، تروم تزرع بين الشير. وايد أهم شيء إنه ينزرع بين النخيل، بين الهمبة، بين اللومي. هو والنوع هذا قزمي، يوصل ارتفاعه أكثر شيء 2 متر، وثمرته من الدعنة لين قمت مثل اللي توني صورتكم إياهن. هذا إذا مزروع في شهر 7، تاكل منه وقت قيض الانغال، وقت ما تبشر رطبة العين، رطب انغال العين تبشور يبشر، هاي الساعة تروم تاكل منه. يقيض ويا الهندة، يعني فاكهة صيفية. واللي يفرق بين الفيفاي، بذر الفيفاي الطبيعي وهذا، شو 3-4 أشياء. انك انت انزرعت الافون النوعية هذه، انزرعت بذر الافون، مستحيل يطلع عندك ذكر، مستحيل. نسبة الحلاوة أكثر، نسبة تحملها للأمراض وللآفات أكثر، مقاوية للحرارة، تقهر لحرورة وتقهر لرطوبة، لأنها فاكهة استوائية. زين، نسبة الحلاوة اللي فيها واللون اللي شرات لون الزعفران في هذا النوع أكثر. النوع هذا شوف اللون كيف غادي داخل، لون زعفراني، وطعم الحلاوة قوي بطريقة قوية، مش هاب مثل هذا اللي يحين في المحلات اللي في الدكاكين، لا، هذا أي مخمل مسخر مال غصب زور. واللي يفرق بين هذه وهي، الله يحفظكم، خبرناكم إذا بتاخذ في فاية من السوق أو بتيك من صاحب صديق وبتقصة بتيبس بسير بتبذرة، نوعية الفيفاي في احتمالية ظهور الذكور فيها، يوم يقول لك فيفاي ذكر فيه، بتظهر أكثر عن 70%، وفي ظهر و30% منهن ثمرهن ما بيغدي كثافة. النوع هذا يعطي غزارة
بالإنتاج، غزارة بالإنتاج من أول محصول أول سنة بتملين الحول، لكن الحول بيغدي إنتاجها ضعيف، بتعطيك 45-30% من نفس الإنتاج مال السنة. فشو بتستفيد أنت؟ ما أخذ مجال، لكن تعرف أنت شو تسوي؟ من يخلص الموسم أبوي جلع وعق، فك عمرك من الصدع ودي، وفك عمرك أبوي من الصدع ودي أنا، لأن الحول ما بتحصل فائدة منه، بيستوي نوع البذر نوع الإنتاج 30-35%، وهي ماخذة نفس المكان ونفس العملية ونفس التسميد ونفس العبالة، شو اللي كالف إنك؟ ما شيء كالف. فلذلك أبوي تبذر بذر من يد ويديد، وكمل 1000 بذرة ب10 دراهم، 1000 بذرة ب10 دراهم، وتفتك أبوي من مكانها ماخذة حيز كبير في البيت. وفي شيء ضروري، في شيء ضروري الواحد لازم ينتبه له وقت البذر، انه في فاي من تبذرها بتبتدي تطلع بعد 21 يوم ما تبى ما زيادة، تبى ما ييتك عما تقول ما ييتك، الهباب ما يتخرس المكان، لان انكثر الماء عليها تعفنت. الفي فاي من يوم هي بنت يوم الى توصل مرحلة خلاص وقت اللي خلاص بتعدمها بتشيلها بتزرع غيرها، دم ضروس وعوقها وليجتلها التعفن. أكثر شيرة في الدنيا حساسة من يكثر عليها الماء، لذلك المكان اللي فيه طين، أي مكان فيه طين ما تتم الفيفاية، لأن الفيفاية حساسة وينبها من داخل بو ما فيه ما بحطبه مثل أي شيرة، لا مثل البيب، وما تقهر الآفات أو البكتيريا. فالماء يوم يغدر على الفيفاي يغدي فيه شرات الشبو والطحالب، وتتسمم وتموت، ما تعابها تخضرة ثمرة تكاملة، ما تعابها إلا وين انتجست بدون أي مقدمات، لا بنها الذوي ولا شياته أبدا، بين عشية وضحاها التحرى جايتنها سياقة شمنة من الماء. فلذلك شيرة الفيفاي حساس بطريقة غريبة وقوية، فلذلك اللي بيزرع الفيفاي لازم من وقت زراعته لين تكبر وهو يتعبل من الماء، الري ضروري، الري والتسميد، التسميد باعتدال كل 10 أيام شويونة، كل 20 يوم شويونة، السماد الطبيعي مالنا، لكن ضروري يكون معالج عسى ما يسوي بكتيريا وآفات. انزين نسبة الحلاوة اللي في الفيفاي، الحلاوة اللي فيه غير عن الحلاوة اللي في الفيفاي اللي في السوق حاليا، إذا أنت زار عنا في بيتك، شو السبب؟ لأنه بيستوي قدام عينك، مش مخمل، مش مقطع وغصب زور مبلغ وغدا ناضي وبلغ مال تصخير، لا بلغ فمه من يجورن، شفتوا الهم بحين عندنا الحين من يبتدي توه يصفر، قطعناه ولحفناه بلغ كامل بهالطريقة، نفس طريقة الفيفاي، نفس طريقة الموز، نفس طريقة الهمبة، هاي الأشياء الاستوائية كلها هذه نمونة الأنظار. شو اللي يتعبه الفيفاي؟ اللي يتعب الفيفاي ويتعب الزراعة ككل يعني اللاهوب، هذا اللي بيجيكم الحين بعد أسبوعين، هذا اللاهوب ما بضربة الشمس، ضربة الشمس ما تتعب الزراعة، اللي يتعب الزراعة اللاهوب وبالأخص الفيفاي، تتحرق أطرافه. فلذلك وجودة تحت الزراعة، تحت زور النخل، تحت ظليل الهنبة وظليل اللومي، يعطيه شوية مناعة أنه يفتك من اللاهوب. لاهوب هذا يلين يا أبوكم الصناطوين، تلين صناطوين بكبرها تلين، كيف ما بتتحرك فقارة ورقات الشيار؟ ورق الشيار ترى ورق شيار، بعد شيء أهون عن ورق الشيار. وما تنزرع الفيفاي في الأماكن الطينية الوحلية اللي فيها وحل، يقولك والله نحن بيتنا دافنينة كل طين زراعي، طين زراعي هو خلي ولي عادي شيء فايدة، ترى تزرع كل شيء ما عدا الفيفاي. انزين الفيفاي الله يحفظكم فاكهة فوائد الدنيا والدين كلها فيها فوائد، تدخلوا على النت وبتعرفون شو فوائد
شيارة الفيفاي. شيارة الفيفاي شيارة منظرها جميل، وشيارة فنانة وصحية ومفيدة، وفيها سكر طعم الحلاوة اللي فيه محبب، والفايدة اللي فيها ما توجد في أي مكان آخر. ما تروم حين تأخذ فيفاي من السوق ما تعرف شو مصدره، ما تعرفون وين، يعني تأخذ فيفاي وتزرعه ويوم تتريع لموسم كامل يظهر بوي عقب هالفيفاي ذكر، أو يظهر ميوب من بلاد ما بذر. ترى أهم شيء الفيفاي F1 هايبرت، أهم شيء وايد ضروري. اللي في المحلات هذا مستحيل يبايعونك، مستحيل يكون عندهم أصلا، لأنه تجاريا ما يوالمهم، فهم يزرعون زرع الله وعلى الله، ما بيعطونك نصايح متى موسم زراعة الفيفاي، متى تستفيد منه. شفتوا انتو صولي صورت لكم يا هنا، ولو بتدخلون عندي على القناة في اليوتيوب أنا مصور مال عام من لدعان لين فوق، شتشوت واحد مشات من القمة لين التربة تحت، كل فيفاي عدها هاي عدال هاي هاي. الحين انت بتزرع فيفاي، لكن فيفاي بتتعب عليها طولها طول وعرضها عرض، بتثمر لك 10 حبات 20 حبة ما يرزن اخرى، ما يسوى شراه، ما يسوى عليك انت. فلذلك ابوي تزرع لك الطريقة الصح. انا اخبركم هذه طريقة انتاج، هاي طريقة انتاج، يعني تقدر تنتج، تدخل سوق، تدخل انا مستغرب ليش عندنا في الامارات ما يزرعون فيفاي. واحد منصوري نسيت اسمي يا ربي، العام عطيته انا قرطاسة وزرع ما شاء الله 4-5 محميات عنده في المزرعة هني في الوثبة، كل نسيت والله اسمه، طرش لي بين يوم التالي طرش لي صور، والله قادي غير نمون الفيفاي ما شاء الله عنده. الحين بس اللي طرع علي هو الحين اكيد انه يسمعني، وباكر بيطرش لي صور الجرين هاوس ماله، زرع حين في جرين وغادي ما شاء الله زرعت وايد فنانه، لكن كانتاج فيفاي بعدني ما شفت، يعني مطرش لي اخر شيء صور قبل 3 شهور، لكن حتى هو لو ينتج بيكون انتاج شرات انتاجي السنه في الفيفاي، انتاج السنه في الفيفاي شيء بسيط يعني، لانه مش مزروع ويظهر سهيل. مفروض البذر ينبذر شهر 7، نحن العام انا العام اتشلت عليه، هو ما ادري وين صار علاج، ما ادري وين صار، بيودي حد من من هلا المانيا، ويا شهر 9 ما ادري 10 بذر شهر 10 وزرعنا انا وياه شهر اظني 12، فلذلك تم من دلع من دعله هالكبير، ولو ثمر ما يعقد لان الشمس حمت عليه. وهاي سالفه الفيفاي اليوم، فيفاي شيرة فنانة وزينة، ولا بد انكم تجربون زراعته وجميلة. نحطيته في الفالة ولانها يملة، نحطيته وندارت في الحوي ولانها بوي غورتن يملة، وشكلها مرتب وجميلة، تحرها حرمة لابس كواشي من زينها هاي غورة الفيفاي، وكل ما فيها زين نعمة. وهي وشوفوا رب العالمين ما يخل شيء، مخلوقات الله سبحانه وتعالى كانها جماد ولا 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 زراعة ولا حيوان ولا أي شيء، كل زين وبركة، والله منعم علينا في هالبلاد الطيبة كل شيء يظهر عندك، يبقي لك شوية حركة ورب العالمين بيجعل البركة. احترج وأنو أنك أنت تسوي شيء الفنان، ورب العالمين بييسر أمورك وتصبحون على خير. بس عليكم يوم الله، رمسة اليوم ما قصرت، يلا.